على ايامكم ما كانش فيه الدكه الحلوه دي الكلام ده خمس نجوم يا ابو الكبات. خلي بالك ولا ايامكم ولا ايامنا احنا كمان برضه. يعني كان ايامكم احضرناش احنا الكلام احسن شويه، انما احنا كان العمليه كانت طبعا كل المدرجات كانت هناك والدرجه الاولى هناك، فقعدتنا كلها كانت الناحيه دي. الفرقه الضيفه بتبقى موجوده هنا، الفرقه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي بتبقى موجوده هنا. طبعا دكه خشب، ايوه كراسي للاحتياطي بعيد عن الجهاز الفني، ما كانش فيه الخمس نجوم اللي انا شايفهم هنا دلوقتي، ربنا يديم عليهم نعمه ان شاء الله. كانت العلاقه طيبه ما زمان بين النادي الاهلي جيل النادي الاهلي وكل الاجيال في الفرق الثانيه، في الترسانه وفي الاسماعيلي وفي الزمالك؟ لا احنا يعني قول لنا شكل العلاقه وقتها. لا بتربطنا صداقات، اولا بتربطنا صداقات بيهم جميعا، اولا من واحنا بنلعب الماتشات كانت العلاقه بنسلم على بعض قبل وبنسلم على بعض بعد. غير كانش في التعصب بتاع دلوقتي اللي موجود دلوقتي، ما فيش. لما بنسافر مع المنتخبات العلاقات اللي بين اللعيبه القدام واحنا كنا داخلين عليهم الناشئين جدد بيحتضنونا احتضان غير طبيعي. كابتن مصطفى رياض ترسانه، كابتن الشاذلي من الله يرحمه من ترسانه، الكابتن فاروق السيد اولمبي، كابتن عز الدين يعقوب، الكابتن شحاته الاسكندراني، كابتن سميم خيمر، كابتن ابراهيم يوسف، الكابتن الكابتن رحت حضرت مباراه اعتزال الكابتن ابراهيم يوسف. كابتن ابراهيم يوسف كان النادي الاهلي سباق انه دايما يبقى لازم متواجدين هناك، اللعيبه يبقى موجودين معاهم في نحتفي بيه ونحتفل بيه لما هو بيبطل. فكان النادي كان الروح الرياضيه كانت سائده بطريقه ما حدش بيقول لنا عليها. يعني هي مكتسبه وموجوده بين كل اللعيبه، وبالتالي الصحافه ما كانتش بتركز عليها لانها اوريدي موجوده. دلوقتي الصحافه بتركز عليها لانها ما بقتش موجوده. حته الروح الرياضيه دي عمالين يبثوا فيها ويحسوا على انها لازم تبقى سائده بين اللعيبه سواء قبل سواء بعد، انما كانت العمليه طبيعيه ايامنا كلها. يعني حتى بين المدربين وبين المدربين المختلفين طبعا موجوده دلوقتي، بيروحوا يسلموا على بعض قبل وبيروحوا يسلموا على بعض بعد، بس كانت موجوده زمان. كان موجود زمان عاديه خالص، الموضوع عادي خالص، وتلاقي لعيبه الزمالك موجودين في الجنينه بتاعه النادي الاهلي واحنا بنروح لهم هناك. طب قول لنا مين اللي كان بيجي هنا ومين؟ يعني عشان الناس دي رساله مهمه جدا. يعني كابتن حسن شحاته، الكابتن حسن شحاته كان دايما بيجي هنا، الكابتن مصطفى رياض كان دايما بيجي هنا، ده عضو في النادي الاهلي. الكابتن شاذلي كان بيجي يقعد معانا هنا واحنا بنروح له هناك. الامور كانت يعني كانت بسيطه جدا. كابتن وحيد كامل كان موجود هنا وكان موجود هناك، كابتن محمود سعد، يعني كل اللعيبه الخواجه اللي انا بروح هناك وهم بيجوا هنا. احنا المعسكرات بتاعه المنتخب، المعسكرات بتاعه المنتخب طبعا ما كانتش بقى في فنادق ولا بتاع، كنا بنعسكر في نادي الزمالك، هو نادي الزمالك تحت المدرج. كنا تمريننا في نادي الزمالك تحت المدرج في يعني هنقول عليها فندق زي بعضه، انما هي مكان بننام فيه وبنتعايش فيه وبنصحى الصبح نتمرن وبنتغدى في نادي الزمالك وبنتمرن بعد الظهر في نادي الزمالك. كان كل اقامتنا في نادي الزمالك. فتره الحرب كان شكل الرياضه ازاي في مصر، خاصه ان يعني كان الدوري مش منتظم على طول، كان في فتره توقف، شكل الماتشات كنتوا تلعبوها وقتها؟ كانت في اتحاد الكوره كان بيعمل دورات صيفيه وكنا بنلعب في الاسكندريه. كانت كل النوادي بقى النادي الاهلي وزمالك واتحاد واولمبي وخمس ست نوادي بنلعب دورات صيفيه في اسكندريه. كان بنعمل دورات داخليه بالنسبه للنوادي بس، كانت بتعمل دورات داخليه. التلفزيون كان بينظم لنا مسابقات بين الفرق المختلفه. وهتستغرب، كان اتحاد الكوره ايامها الكابتن عبد الصالح الوحش والكابتن حسن حلمي الله يرحمه والكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه كانوا هم المسؤولين عن المنتخب، كانوا بينقوا المنتخب من الدورات الصيفيه. ما كانش في دوري، ما كانش في دوري. علشان كده انا يعني هرجع لك، انا لعبت دولي قبل ما العب دوري، كانت المسابقات متوقفه. غريبه دي، كانت وبينقوا منتخب مصر. انا من الدورات الوديه استغربت انهم منقيني واخدني معاهم مع الفطاحل. ما كنتش اتخيل ان انا اتمرن معاهم، انا موجود معاهم.